من وجهة نظر حضرتك، ايه المفاتيح او عوامل الخطورة اللي احنا محتاجين نلعب عليها النهاردة من بيراميدز؟ اكتر حاجة محتاجين ان احنا ما نخليهاش تحصل من بيراميدز ايه هي؟ هو نمرة واحد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لازم حد يعني يبقى قريب منه، لانه عبد الله السعيد هو اللي بيحرك فرقة بيراميدز. يعني لو انا شلت الحركة بتاعته 50-70% من حركة بيراميدز اتلغت. يعني تمام. في اسلام عيسى بتيالي، في اكتر من لاعب يعني عندهم مفاتيح لعب، في رمضان صبحي لو أكيد. لعب، في رمضان صبحي، في عادل احمد عادل، او في اكرم توفيق. صحيح، في لعيبه كتير الحقيقه، طبعا اسامي كبيره في وعلى اسماء اعلى مستوى. كبيره عندهم، لكن عبد الله السعيد هو اللي ممكن نقدر نشل حركته، نشل يمكن 50-60%. يعني عبد الله السعيد بالنسبه لحضرتك هو العنصر الاساسي اللي بيشكل صحيح خطوره صحيح من نادي بيراميدز. صحيح. طيب على ناحيتنا احنا، زيزو يمكن البعض بيقول ان هو بيعاني من ارهاق، يمكن مش فريرة حتى مش بيحب ان هو يكمل بيه الماتش كله حفاظا عليه كمان للماتش اللي بعده. طب في ظل الازمه، او في ظل اللي احنا ما عندناش رفاهيه الاختيارات يمكن، او ما عندناش رفاهيه ان احنا نبدل، شايف ان زيزو يكمل ولا لا؟ يعني ممكن يطلع في الشوط بعد الشوط الاول وينزل مكانه، مين البديل الانسب بالنسبه لك على حسب سيناريو الماتش برضه؟ ما هو زيزو برضه ما يقدرش ان هو يغيره وحسب نتيجه المباراه. يعني انا مثلا يعني زيزو عامل لي فارق جامد جدا برضه، يعني هو مميز في السرعات وفي المساحات الفاضيه، وعنده ضربات الجزاء لو جت ضربه جزاء هو مميز برضه ايضا. صحيح. فما تقدريش برضه تغيري زيزو او تتكلمي حسب سيناريو المباراه، هو التغييرات حسب السيناريو. ما تضمني ممكن لا سمح الله حد يتعور من بدايه المباراه، والله مش عارف ايه، والله فالتغييرات هتتم. لكن انا زيزو ده اخر حاجه افكر في تغييره. يعني انا في اعتقادي صح، اخر حاجه ان انا اغير زيزو، لانه زيزو ممكن في لحظه يعمل لك فارق في المباراه، الا اذا لا سمح الله لو عنده اصابه، لو عنده شد، لو عنده ارهاق ومش قادر اغيره. لكن زيزو ده نمره واحد في الملعب. يعني زيزو، امام عاشور، عبد الغني، الونش، في اسماء ما تقدريش تلعبي فيها. يعني دول عناصر يعني ما اقدرش ان انا العب فيها خالص. صحيح، دي حقيقة.